انا عاجبني قوي فكره ان انت برضو تكتب اغاني وتديها الفنانين. هو انت عملتها مع حميد الشاعري طبعا الكابو، عملتها مع حد تاني ولا لسه؟ عملتها مع مصطفى شوقي برضو، وعملتها مع نبيل. نبيل ايه؟ نبيل لا الاغنيه ايه؟ الأغنية كان اسمها بقالي يومين، بقالي يومين. في اوكي. الألبوم الأول اللي نزله. ومصطفى شوقي كانت ايه الاغنيه اللي كتبتها له؟ أنا مصطفى شوقي كانت الأغاني اللي كتبتها له، كان في غنوة اسمها موالي المود. الأغنية دي اتكتبت قبل ما يتجه للغنى بشكل كامل، لأن إحنا أصلا أصدقاء على المستوى الشخصي. كنت بروح عنده البيت ونسهر كده، أنا أديله الكلمات وهو يلحنها. تقريبا عاملين مع بعض أكتر من 50 غنوة لسه ما ظهروش ألحانه، اوكي، يا نهار يعني ابيض، إن شاء الله كده ربنا يسهل، وقريب تسمعوهم بأصوات ده مطربين يعني متحمسين كبار. جدا اكيد. عامل حاجات حلو حلوة خالص، قوي. عامل ألحان عامل قوية حاجه كده. فرفوشه ولا ما... عاملين حاجات كتير حلوة يعني، عاملين حاجات جربت كتير. تكتب شعر باللغه العربيه الفصحى فصحى ولا انت بعيد عن الحته دي؟ كانت ليا محاولات قليلة، لكن أنا بحب، أنا بلاقي نفسي في الشعر العامي، بحس إن هو شبهي. واللي قريب من كمان الناس. الكتابة، أنا بحب أكتب كلمات خفيفة، سهل جدا أكتب برضو الكلمات اللي فيها عمق أكتر وهكذا، بس أنا بحس إن بكون مرتاح أكتر في ده، فاللي هيسهل لي الموضوع ده هو الشعر العامي. نسمع منك حاجة أخيرة من الأشعار. طيب ممكن بقى نقول حاجة رومانسية. يلا اتفضل. بينا. أوكي. هي قصيدة اسمها إهداء للبنت اللي أنا عايز تبقى حبيبتي. حلو. هتقول لها إيه؟ إهداء للبنت اللي أنا عايز تبقى حبيبتي، إهداء للي أنا مش عارف أصلا تطلع مين. بص يا بنتي، أنا عارف إنك عارفاني قبل ما أقابلك، وعشان ألاقيكي وتلاقيني حبيت قبلك، دورت عليكي في كل عيون واحدة شافتني، وبشوفك وإنتي مع أصحابك بتقول أنا نفسي حبيبي يكون جايلي على حصان وياخدني وراه ويقول درجن ونلف الدنيا بحالها كمان، ويكون طيب ومقدم موت ولذيذ وبغمزه كيوت خالص عاقل بجنان. والنبي تتوكس يا بنت انت، مين قالك ان انا سوبر مان؟ انا واحد عادي ويمكن اقل، واديني بخبط في الايام مستنيك لحد ما تيجي، فتعالي اوام. انا ناوي ادفن روحي في روحك وانساني وانام، وهموت فيك والموت في عيونك احلى حياه. أنا أول مرة أحب الموت وأقول الله، فالحب يدمر مشاعرنا ويسبب للعشاق وفاة. أنا نفسي أموت وفي جنة حبك من الأول تطلع شمسي. شفتيني يا بنت وأنا رومانسي؟ أنا لما بحب بحب كتير، هحط في إيدك مانيكير وهضفر شعرك علشان مضمنش يا روحي الكوافير، وهنقيلك لبسك كله علشان الناس لما تشوفك ألاقيها منك بتغير. اتدلعي يا حبيبتي براحتك، اصل حبيبك طفل كبير، وياك يطمر فيك يا بنت. الا صحيح شكلك ايه؟ سمره، بيضه، تخينه، طويله، انا مش عايزك تبقي جميله، ولا لما الرجاله تشوفك من نظره عينك بتدوخ. انا عايزك يا حبيبتي صاروخ زي لا مش زي. عارفه الحاجه اللي مفيش منها اتنين في الدنيا؟ عارفه الفرحه اللي بتخطف وبتيجي في ثانيه؟ هي دي انتي وهو ده وصفك، ولا يمكن تتقارني حبيبتي ببنات تانيه. انتي الاصل والباقي في عينيا الصوره، وكفايه لحسن تتغري ويقولوا حبيبتك مغروره. فبحبك من قبل ما اشوفك، فبحبك بطريقه عجيبه، لو حبك بيودي في داهيه بدع يا رب اقع في مصيبه، وان شاء الله اشحت على ايامي علشانك ايام جديده. أنا خدت في حبك تأبيدة، إهداء للبنت اللي أنا عايز تبقى حبيبتي، إهداء للي أنا هقدر أشوفها ولو متغمي، إهداء ليكي للبنت اللي مجننة أمي. شكرا. نورتنا يا مينا بجد، يعني كل الأشعار تحفة والكتب بتاعتك كمان، مجرد ما احنا فرينا بس فيها كده لقينا رسائل حلوة قوي ممتعة. ولقينا كلام حلو قوي. شكرا ليك انك نورتنا النهاردة في عيش سعيد. ميرسي يا مينا، نورتنا، وان شاء الله اكيد هتكون ضيفنا كتير في حلقات جاية، واول ما يكون عندك كتاب جديد احنا اول ناس هنبقى معاك. شرفي يعني جدا، نورتنا كنت شرفتنا. مبسوط خالص ان انا معاكم النهاردة. شكرا، شكرا يا حضر. طيب خلينا نروح لفاصل سريع عشان نكمل حلقتنا، خليكم معانا، ما تحوش اي مكان.